كان يا مكان كان في ولد شاطر ومؤدب جدا اسمه زين، وزين كان بيحب يروح المدرسة. أقرب صاحب لزين اسمه حمزة. زين بيحب يروح المدرسة علشان يتعلم كل يوم حاجات جديدة. وفي يوم من الأيام وزي كل يوم جهز حاجته علشان ينزل المدرسة، وقبل ما ينزل سلم على تيتا وسألها: محتاجة أي حاجة يا تيتا قبل ما انزل؟ فتيتا قالت له: شكرا يا زين، أنا مش محتاجة أي حاجة، أنا بس عايزة سلامتك وعايزاك تاخد بالك من نفسك. فزين قال لها: حاضر يا تيتا، وسلم عليها ونزل. لما دخل الفصل زي كل يوم سلم على كل زمايله في الفصل، ولكن أخد باله إن حمزة مجاش النهاردة، فقرر إنه يتصل عليه ويطمن ويشوفه مجاش ليه. السلام عليكم، إزيك يا حمزة؟ أنت تأخرت قوي، هو أنت مجيتش ليه لحد دلوقتي؟ فحمزة قال له: بصراحة أنا تعبان جدا النهاردة ومش هقدر آجي، بس مش عارف هعمل إيه في الامتحانات الأسبوع اللي جاي، هيفوتني كده حاجات كتير قوي. فزين قال له: ما تقلقش خالص، أنا هركز كويس جدا النهاردة، وإن شاء الله أي حاجة هتفوتك أنا هذاكرها لك بكرة. حمزة قال له: شكرا يا زين. زين قال له: لا شكر على واجب. ولما المدرسة خلصت زين روح بسرعة علشان يلحق يذاكر، علشان يقدر يذاكر لحمزة بكرة. سلم على تيتا وقال لها: يا تيتا، حمزة مجاش النهاردة، فأنا هدخل بسرعة علشان أذاكر، علشان أقدر أذاكر لحمزة بكرة. فتيتا قالت له: أنا فخورة بيك جدا يا زين إن أنت بتساعد أصحابك، بس ما تتأخرش في النوم علشان تقدر تبقى صاحي فايق وتقدر تركز في المدرسة. قال لها: حاضر يا تيتا، مش هتأخر إن شاء الله. زين طلع كتبه وحاجته وقعد يذاكر ويذاكر ويذاكر، ذاكر كتير جدا وعمل ملخصات لحمزة. ولما خلص مذاكرة نظف المكتب ونظف أوضته ودخل علشان ينام ننة. وقبل ما ينام قال دعاء النوم: بسمك اللهم أموت وأحيا، ونام ننة. ولما صحى من النوم جهز حاجته ونزل علشان يقابل حمزة. سلم على تيتا بسرعة وتأكد إن هي مش محتاجة أي حاجة، ونزل المدرسة كان متحمس جدا. سلم على كل زمايله في الفصل، وفجأة حمزة دخل عليه. فزين اداله كل حاجة هو خلصها له مبارح وقعد يذاكر له، مش بس كان بيذاكر لحمزة، كان بيذاكر لكل زمايله في الفصل، كلهم جابوا درجات حلوة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الفضائل أفضل؟ فقال: أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي له دينا، أو تطعمه خبزا. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. كان يا مكان كان في قط زعلان، وكان جعان وعطشان، وكان يقعد يلف في الشارع ويروح هنا ويجي هنا، ويدور على أكل هنا ويدور على مية هنا، ولكن كان مش بيلاقي أبدا. وفي يوم من الأيام كان في ولد شطور، أمور وعسول، حلو وصغير. أخد باله إن القط زعلان، فقال له: انت مالك؟ انت شكلك جعان وشكلك كمان عطشان، انا هروح السوبر ماركت اشتري لك اكل واجيب لك مية، وان شاء الله مش هتأخر ابدا. وفعلا الولد الشطور جري جري على السوبر ماركت وقال: انا هروح بسرعة اجيب له الاكل علشان ياكل ويشرب ويشبع. واخد الاكل والمية وجري جري على القطة، حط قدامها الأكل وحط قدامها المية، والقطة قعدت تاكل وتاكل وتشرب وتشرب لحد لما شبعت. ولما شبعت نامت ننة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. كان يا ما كان، كان في ولد أمور، شطور وعسول، حلو وصغير، وكان اسمه الحسن. والحسن كان بيحب ماما وبابا وبيسمع كلامهم. وفي يوم من الأيام الحسن وهو واقف في الشارع شاف ولد بيجري وخايف جدا، وشاف ولد بيجري وراه واضح ان هو عايز يأذيه. فالحسن استغرب جدا، هو ليه الولد ده عايز يأذي الولد ده؟ فقرر ان هو ينادي على الولد المؤذي ده ويسأله هو في ايه. فقال له: لو سمحت ممكن أسألك سؤال؟ فالولد قال له: عايز تكلمني في ايه؟ انت بتوقفني ليه؟ فالحسن قال له: ممكن أعرف أنت بتجري ورا الولد ده ليه؟ شكله خايف جدا. فالولد قال له: لأني بحس دايما أني قوي جدا لما الناس بتخاف مني. فالحسن قال له: بس أنت عارف أن القوة الحقيقية هي أنك تساعد الناس مش أنك تخوفهم. القوي هو اللي بيساعد الناس، والضعيف هو اللي بيأذي الناس وبيخوفهم. فإيه رأيك نتفق أن أنت ما تأذيش حد أبدا؟ فالولد قال له: بجد انت فهمتني حاجات كتير قوي ما كنتش اعرفها، ومن النهاردة ان شاء الله هحاول اساعد كل الناس ومش هأذي حد ابدا. واتفقوا ان هما يتقابلوا تاني يوم وسلموا على بعض، وكل واحد فيهم روح بيته. الحسن دخل اوضته وكان تعبان جدا، اتغطى ونام على السرير. وقبل ما ينام قال دعاء النوم: بسمك اللهم اموت واحيا. ونام ننة. ولما صحى كان متحمس جدا ان هو يقابل الولد اللي تعرف عليه امبارح، فنزل بسرعة علشان يشوفه. وبعد ما سلموا على بعض الولد قال له: انا امبارح والنهاردة ساعدت ناس كتير جدا وما اذيتش حد ابدا، وكمان اتعرفت على اصحاب جداد وعرفوا على اصحابه الجداد وقضوا وقت جميل جدا مع بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. كان يا مكان، كان في بنوتة جميلة اسمها وعد. وفي يوم من الأيام الجو كان برد جدا، فمامتها قالت لها: يا وعد لو سمحت قبل ما تنزلي عايزاك تلبسي تقيل لأن الجو برد جدا النهاردة. فوعد قالت لها: حاضر يا ماما. لأن وعد بتحب ماما وبتسمع كلامها، دخلت أوضتها ولبست لبس تقيل، وبعدين خرجت علشان تستأذن مامتها قبل ما تنزل تقابل صاحبتها. فقالت لها: يا ماما أنا لبست لبس تقيل، لو سمحت ممكن أنزل دلوقتي أقابل صاحبتي؟ فمامتها قالت لها: طبعا يا وعد، بس لو سمحت ما تتأخريش. وبعدين مامتها قعدت تدعي لها: ربنا يبارك فيك ويحفظك ويحميكي. فوعد قالت لها: شكرا يا ماما، شكرا ان انت بتدعي لي كل يوم. وسلموا على بعض ووعد نزلت. كانت مبسوطة جدا ان هي هتقابل صاحبتها، ولكن اول ما شافتها لاحظت ان صاحبتها زعلانة، فقالت لها: هو انت زعلانة ليه؟ قالت لها: بصراحة الجو برد جدا، وقبل ما انزل ماما قالت لي البسي الجاكيت، وانا قلت لها: لا الجو مش مستاهل جاكيت، ودلوقتي ندمانه لان الجو برد جدا، وبقول يا ريتني سمعت كلام ماما. وفجاه وهم واقفين الجو مطر، فالبنوته زعلت جدا وكانت بردانه جدا وما كانتش عارفه تعمل ايه. فوعد قالت لها: ما تخافيش انا معايا جاكيت زياده، اتفضلي البسيه. صاحبتها شكرتها وقالت لها: شكرا. وعد قالت لها: لا شكر على واجب، بس يلا نروح بسرعة لان احنا كده هنغرق. وفعلا سلموا على بعض وكل واحدة فيهم روحت بيتها. البنوتة دخلت عند مامتها، مامتها كانت قلقانة عليها جدا ففتحت بسرعة، ولكن اطمنت لما شافتها لابسة الجاكيت. فقالت لها: الجاكيت ده حلو قوي، جبتيه منين؟ فقالت لها: وعد صاحبتي ادتهولي، وانا اسفه جدا يا ماما ان انا ما سمعتش الكلام، انا كان المفروض اسمع كلامك لان فعلا الجو كان برد جدا، ومن النهارده هسمع كلامك دايما. مامتها قالت لها: حصل خير، اهم حاجه عندي ان انتي كويسه. وتوته توته خلصت الحدوته.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. كان يا مكان، كان في بنوتة صغيرة شطورة وعسولة حلوة وأمورة، وكان اسمها لينا. ولينا كانت بتحب ماما وبابا وبتسمع كلامهم. وفي يوم من الأيام جانا صاحبة لينا كلمتها وكانت بتعيط. كانت بتقول لها: يا لينا، الامتحان بتاع بكرة أنا مش عارفة أذاكر له لوحدي خالص، ممكن لو سمحتي تيجي تساعديني في المذاكرة؟ لينا قالت لها: طبعا يا جنى، بس أنا لازم أستأذن ماما الأول، هستأذنها ولو وافقت هجيلك إن شاء الله. خرجت لينا لمامتها علشان تستأذنها إذا ينفع تروح لجنى، فقالت لها: يا ماما، جنى كلمتني وبتعيط ومش عارفة تذاكر خالص، ممكن لو سمحت أروح علشان أساعدها في المذاكرة؟ فمامتها قالت لها: طبعا يا لينا، أنا فخورة بيكي جدا إن انتي بتحبي تساعدي صحباتك، بس لو سمحت ما تتأخريش وطمنيني عليكي أول بأول. فلينا قالت لها: حاضر يا ماما، هطمنك إن شاء الله أول بأول، وسلمت على مامتها وخرجت. نزلت لينا من البيت وركبت العربية وكانت مبسوطة إن هي رايحة تساعد صاحبتها جنى. ولما وصلت عند جنى خبطت على الباب 3 مرات، لأن لينا عارفة إن الاستئذان 3 وما ينفعش نخبط أكتر من 3 مرات، ولو الناس ما فتحوا لناش بنروح على طول على بيتنا وبنعرف إن هم عندهم ظروف. ولكن جنى فتحت لها واستقبلتها استقبال كويس جدا، ومامة جنى شكرت لينا جدا إن هي جت مخصوص علشان تساعد جنى في المذاكرة، وقالت لها: شكرا ان انتي بتساعدي جنى. اخدت لينا على الاوضه جوه علشان يذاكروا مع بعض، ومامة جنى قعدت تدعي لهم ربنا يوفقهم في الامتحانات ويجيبوا درجات كويسه. جنى ولينا دخلوا الاوضه وقعدوا يذاكروا وقت كتير جدا. وعايزه اقول لكم يا اصحابي ان هم دخلوا الامتحان وجابوا الاتنين درجات كويسه جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. كاك 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 كاك. سمك سمك سمك. جبن جبن جبن. حوت حوت حوت. جوز الهند جوز الهند جوز الهند. هاتف هاتف هاتف. تلفاز تلفاز تلفاز. عنب عنب عنب. توت توت توت. كوب كوب كوب. زيتون زيتون زيتون. بيضة بيضة بيضة. هدية هدية هدية. شمعة شمعة شمعة. ريشة ريشة ريشة. فراشة فراشة فراشة. شاي شاي شاي. غزالة غزالة غزالة. بطيخ بطيخ بطيخ. قطة 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 قطة. حذاء 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 حذاء. حوض حوض حوض. صابون صابون صابون. منزل منزل منزل. سيارة شرطة سيارة شرطة سيارة شرطة. غسالة غسالة غسالة. ببغاء ببغاء ببغاء. مصباح مصباح مصباح. ذئب ذئب ذئب. حمامة حمامة حمامة. عصفور عصفور عصفور. ملابس ملابس ملابس. سلحفاة سلحفاة سلحفاة. سنجاب سنجاب سنجاب. سجادة سجادة سجادة. سفينة سفينة
سفينة. دلو. 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 موز. 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 زهور. 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 بطة. 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 أختي. 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 جدتي. 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 جدي. 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 أبي. 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 أخي. 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 فيل. 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 زرافة. 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 عين. 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 تفاح. 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 أخطبوط. 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 أسنان. 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 فم. 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 شبل. 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 أذن. 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 سمكة. 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 قدم. 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 ثمار. 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 أنف. 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 يد. 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 فشار. 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 طاووس. 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 نعامة. 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 صيصان. 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 عطر. 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 نجمة. 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 خشب. 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 ماء. 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 وحيد القرن. وحيد القرن. وحيد القرن. ثعبان. 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 نسر. 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 حقيبة. 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 جرس. 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 خنذير. 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 غراب. 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 جسر. 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 ثعلب. 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 قلم. 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 مقص. 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 مكنسة. 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 مظلة. 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 خاتم. 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 ثلاجة. 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 أريكة. 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 كرسي. 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 إوزة. 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 جبل. 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 بنت. 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 ولد. 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 رمل. 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 ثلج. 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 أمي. 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 نجمة. 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 حليب. 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 رغيف. 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 زحلوقة. 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 طاولة. 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 عصفور. 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 ريشة. 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 قلب. 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 هلال. 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 مهرج. 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 معلم. 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 قمح. 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 سلطعون. 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 لحم. 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 ديناصور. 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 زيتون. 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 حبر. 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 عسل. 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 أميرة. 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 تاج. 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 غابة. 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 قصر. 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 رمان. 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 ديك. 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 كتاب. 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 حاسوب. 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 كنز. 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 خريطة. 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 خيط. 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 مفتاح. 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 نافذة. 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 كرسي. 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 طاولة. 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 حلوى. 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 أريكة. 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 سرير. 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 صقر. 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 باب. 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 شجرة. 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 عصير. 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 ذرة. ذرة. ذرة.
بطريق 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 نار 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 شوكة 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 ملعقة 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 سكين 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 صحن 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 بيتزا 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 غذاء 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 غذاء